السؤال الثاني الذي تسأل عنه في قبرك. سورا وكسمس طولين كسمس من كهين كيلو تكسو تنهاول الصح. ما دينك؟ ميكا سينوس كونتوسي. تقول أنا مسلم، الإسلام ديني. سينا بسطت من على مسلمي إسلام من نوس كونتوني. ما هو الإسلام؟ قد يسألك سائل يقول أنت مسلم، ما هو الإسلام؟ كيف أكون مسلم؟ يوكو بوي كسو سينو طاكي سينا مسلمي ميكا أن إسلامي. الإسلام هو أن تسلم، أن تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. إسلام أن التسانت الله سبحانه وتعالى كل من يكسن أويكوتن سا هن لفاين. إذا المسلم لابد يفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. بتنا هن كلن أن أن تبنا ما كل من أويكوت الله سبحانه وتعالى فاين. المسلم لابد أن يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يعصي. مسلم أن تدل تبع الله سبحانه وتعالى أيك من هن تط هن كسبي مصطان. المسلم لابد أن يتميز عن غير المسلمين. مسلمين أن أنتما الله اسمركي يتهدى أي مسلم يستا ألبان مسلمين مسلمين سنين. هل اليهودي مثل النصراني؟ أنكو يوطل أن يكون كريستيتو؟ لا. أي؟ اليهودي غير النصراني في الاعتقاد. يهودي كريستيتو يوطل أن كريستيتو أسكو صانيلون إرميل سبحانه. حتى في الكلام اليهودي يقول أنه يهودي والنصراني يقول أنه نصراني. يوطل أن سنو هنا بوه السانكي من الله يوطلان يكريستي تسرى من الله يكريستي حتى في اللباس يبا باطير الله يتصنص إر الله حتى في أماكن العبادة يبا مبايكو سمسه تقم طالبا مستأنف إر الله إذن كذلك لابد أن المسلم يتميز عن الكفار يتن مسلمين أن إرط هنا بتا إرط و يا طلع إريكسين أي مسلم يستأنف. لكن لابد أن المسلم يعامل الكفار بالأخلاق الحسنة بالأخلاق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم mutta muslimin pitää käyttäytyä ei muslimeiden kanssa hyvällä käytöstavalla, kuten meidän profeettamme sallallahu alaihi wasallam oli tapana.